أعلن مجلس الأوقاف السنية أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام عند 5:07 من صباح يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1444 للهجرة الموافق 28 من شهر يونيو 2023 ميلادية. وأكدت الأوقاف جاهزية مصليات العيد على مستوى المملكة لاستقبال المصلين، وحددت لجنة المصليات جميع الجوامع والمساجد والمصليات الرئيسية التي ستقام فيها صلاة العيد، إضافة إلى مصليات الجاليات التي أعدتها الأوقاف لصلاة عيد الأضحى في أنحاء متفرقة من المملكة، مؤكدة جاهزية مصليات العيد لاستقبال المصلين، وذلك من خلال الجولات الميدانية لفريق العمل الذي شكلته الإدارة من قسم الصيانة والخدمات الهندسية من أجل توفير وسائل الراحة للمصلين.